على بعد 10 كيلومترات من مدينة الحديدة تقف قوات الشرعية والتحالف منتظرة قرار السيطرة على المدينة في ظل تأكيدات دبلوماسية عن وجود فيتو أمريكي يمنع التحالف من التقدم. صحيفة أمريكية كشفت عن تعهد إماراتي للإدارة الأمريكية بعدم حدوث أي تحرك عسكري باتجاه الحديدة، لكن الصحيفة أوضحت أن الالتزام الإماراتي مشروط بعدم قيام ميليشيا الحوثي بأي عمل عسكري. التحفظ الأمريكي على دخول الحديدة يأتي في ظل تحركات عسكرية دولية للضغط على ميليشيا الحوثي للقبول بصيغة سلام تضمن ذهاب ميناء الحديدة إلى إدارة دولية كحل وسيط، لكن التعاطي المتصلب حتى الآن من قبل الحوثي تجاه المقترحات الأممية لا يزال يمثل عقبة أمام تحقيق أي تقدم سياسي، حيث اشترط الحوثيون في لقائهم مع المبعوث الأممي مارتن غريف انسحاب قوات التحالف من المناطق الجنوبية والساحل الغربي كشرط للانخراط في مفاوضات جديدة. تبدو معركة الحديدة بالنسبة للتحالف العربي معركة مؤجلة لأسباب سياسية وإنسانية، حيث أعلن التحالف العربي أن توقف المعارك بالقرب من مدينة الحديدة يأتي لأسباب إنسانية، واتهم تركي المالكي المتحدث باسم التحالف الحوثيين باتخاذ أبناء الحديدة كدروع بشرية، لكنه أشار إلى أن الاستعدادات للسيطرة على المدينة جارية وأن تأخرها مسألة وقت لا أكثر.